أنا ما راح أدافع عن ساهر الليل. هو قال إنه ساهر الليل ما ترك بصمة وقال إنه ما في أحد عاجب العمل ورغم إنه هو ما شافه على كلامه. أنا ما راح أدافع عن ساهر الليل لأن ساهر الليل عمل يدافع عن نفسه وتوقع الناس عارفين إذا ساهر الليل ترك بصمة ولا لا. ودليل على ذلك كلامنا عنه لغاية اليوم ومطالبة الناس في جزء في أجزاء ثانية. أنا راح أتكلم عن جزئية إنه هو تكلم عني ككاتب وانتقدني أنا بشكل شخصاني وقال منه هو ومنه هذا وشنو سوى وكم عمره وبأسلوب شوية أقرب إلى الاستهزاء. أنا ما راح أرد بنفس الطريقة بس أنا راح أمسك الموضوع بمنطقية أكثر. راح أتكلم باللي قدمه أحمد جوهر للفن الكويتي ككاتب واللي قدمه فهد العليوة للفن الكويتي ككاتب. مقارنة صريحة قاعد تسوي انت. طبعا هو كتب 8 مسلسلات وانا كتبت 8 مسلسلات. اتوقع لو يعني اي احد فيكم ما يعرف المسلسلات اللي هو كتبها. يمكن بحكم الاجيال المختلفة. من 3 سنين علي. 3 سنين. طبعا نزل في بنت النوخذة اعتقد او ما اذكر الاسامي في يني وعطوة اعتقد وعجب والظل الابيض واعمال من 2010 يعني. اعمال مع احترامي بس أنا أعتقد أني قدمت للفن الكويتي أهم مما قدم أحمد جوهر ككاتب. شترد على جزئية أن الأعمال اللي قدمها فهد العليوة ككاتب أفضل من الأعمال اللي قدمها أحمد جوهر ككاتب؟ الله يوفقه. بس الله يوفقه. هذا الرد. وأتمنى يقدم أعمال أقوى وأتمنى يتشيد الساحة وأتمنى له التوفيق. يا رب. فهد العليوة يعتبر ابن من أبنانا. يا رب. انتقد كوني انا صغير وكتبت عن الغزو وهذه مبدئيا من الاساس احنا هذه يعني الجزئيه هذه تكلمنا فيها وايد وما تصح لسبب. انا اليوم لما اكتب عن اي قضيه تاريخيه فمطلوب مني ادرسها واراجع بحوثي واراجع مصادري واكتب عنها. اللي كتب مسلسل عمر ما عاش هذيك الفتره، اللي كتب عن كليوباترا، اللي كتب تايتانيك ما غرق مع السفينه. هذه كلها الامور يعني واضحه وبديهيه. وهو نفسه احمد جوهر كتب عمل بالاربعينيات وما اعتقد انه هو كان عايش بهذيك الفتره يعني. منطقي الكلام؟ لا. ليش؟ هو فهد اسمه فهد العليوي مو؟ كاتب فهد العليوي. ايه. هو مسكين هذا أعرف خلب خاطره على كلمتين أنا قلتهم في لقاء. ولو هو يرجع إلى اللقاء يسمع المذيع شنو قال بالضبط بعدين خليه يتكلم، لأن شنو المذيع قال سؤال ما أعرف هذا شلون يعني. أنا رديت بطريقة يمكن نرفزتها ويمكن تضايق منها بطريقة. أكيد تضايق من هذه الطريقة. أنا ما أحب أضايق أحد ولا أحب أكدر أحد ولا أحب أزعل أحد. أنا قلت شغلة إن هذا شلون يكتب عمل وهو ما كان مولود وقت الغزو. شاب أنا شنو أنا كبرت وأنا كتبت وأنا أوكي من حقك تكتب من حقك ما معنى كان اكتب. كونك أنتي تقول إحنا شلون نكتب تراث وإحنا مو مولودين. شوف خليني أقول لك شغلة أوضحها حق فهد وحق غيره. التراث عاشوه كل أجدادنا وتداول وموجود فيه ملايين القصص وملايين الأحداث وديكوره ثابت معروف ديكور التراث. لكن لما تيجي حق الغزو حدث بس هم عاشوه كم كبير من الناس. هم اللي عاشوه اللي داخل غير عن اللي برا. حلو. الآن شوف الحين أقولك اكتب لي حدث عن العراق اللي قاعد يصير في العراق. أنت قاعد تكتب من خلال شنو؟ من خلال الناس، من خلال جرايد، من خلال كتب، من خلال مش عارف إيش، من وجهات نظر ناس. لكن هل كنت أنت هناك؟ لا. حتى لو أنت كنت عايش في الأربعينات هم راح تكتب تفاصيل تطق على راسك. وضع الأربعينات مو معقد. عارف شلون؟ لما أي أنا واحد يقول لي أنا ما شفت أعماله ترى بالأمانة أقول لك يعني بصراحة أقول لك أنا ما شفت العمل لكن النقد أنا قاعد أسمعه من برا. إن هذا ياهل قاعد يكتب يعني شدي قالوا لي ما يجوز هذا الشيء. أنا مالي شغل أنا قاعد أقولك الناس قالوا. طيب أدري بس أنت اليوم كفنان بحجم الفنان أحمد جوهر كلمتك محسوبة. ما يخالف لما يقول لي واحد هذا ما عاش الغزو وكان عمره 2 وكتب عن الغزو. أنا مو مجال أتناقش في الموضوع هذا. أنا ما أحب أتكلم في الأمور هذه. دنيا بحرب وغزو وذبح مذابح والناس قاعد تتشرد وأنت مسوي لي قصة حب يعني ما تركب. هي ما كانت فقط قصة حب. اللي قالوا لي إياه أنا. أنا هني تسمح لي أخوك الصغير أعتب عليك لأن ما يصير يعني ما يصير أنا مو شايف لهوب بجوهر ما يصير أنا ينتقد لهوب على اللي قالوا لي الفريق. لحظة لما يجون 10 يقولوا لك الكلام هذا هم كذبون؟
ما يصير ابو جوهر اكذبهم اكذبهم لان ما شفت انا لازم انا عندن ابو جوهر اليوم انت عندك حكم خاص عندك حكم خاص شاهد شنو طيب الشاهد بان فنان بحجم الفنان احمد جوهر كلمته مسموعه وكلمته مؤثره لما انت تشوف العمل راح تكتشف انه وايد اللخبطه انا اختصر لك الكلام اللخبطه اللي صارت من سؤال المذيع لما سال سؤال ما كان له علاقه بفهد السؤال طيب. كان له علاقه بشيء ثاني بس دش الحكي دش الحكي من ضمن الكلام انه شنو انه الاعمال قاعد تقدم اعمال تافهه واعمال مش عارف ايش ومش وانا مسترسل قاعد اقول له في اعمال ما تركت بصمات في اعمال ما تركت كذا في اعمال ما تركت كذا فطمر السؤال هذا لا في عمل اسمه كذا كذا سهر الليل ما ادري سهر الليل سهر الليل ثلاثه اي وطن ما سمعت عنه هذا ما سمعت عنه منو سهر الليل هذا كان يقول والله هذا كاتب فلان فلان ما ادري شنو قلت له والله قالوا لي عنه ان هذا العمل يتكلم عن غزوه او شيء والكاتب كان صغير إذا في أحد ماخذ بخاطر على الكلمتين يبغى حق علي خلص شو المشكلة يعني طيب أظن أن فهد ما خلص كلامه بالرسائل على فكرة يلا خلي طب يلا وآخر شيء يقول أنه هو ما شاف سمع أن العمل سيء وبناء على هذا بنى أن العمل ما ترك بصمة وأن فهد العليوة أساء للفن الكويتي من خلال مسلسل سهر الليل بعد كلامي كله هذا أعتبر أنا بالنسبة لي أحمد جوهر ميت فنيا من فترة طويلة وعلشان كذي قلت لك إنه ما يذم السوق إلا من اللي خسر فيه والميت لا تجوز عليه إلا الرحمة هذا كلام ينطق فيه واحد يقول أنا مؤلف هذا يروح فنية عنده إذا واحد يقول هالكلام هذا أنت المفروض تشجع ما تقول فلان ميت ولا فلان أعماله ميتة طيب ما أبو جوهر أنت الكبير وأنت ما شجعته ولا لحظة فهد أنا أقول الله يوفقه آمين ويعطيه العافية آمين. إن شاء الله نشوفه يقدم أعمال جيدة وإن شاء الله لا يكون ميت في أعماله بعد عمر طويل لك وله ايه ومقبول منه كل شيء ما خلف شاب منرفز وكذا يمكن ما فهمني غلط يمكن فهم ما فهمني عدل يمكن سمع شيء بالعكس انا ما انا قلت كذا مره في لقاءاتي لا تاخذون الحكي ياخذون ما بين السطور فيمكن هو ما لجح الكلام عدل فعموما مو مشكله الله يوفقه انا الله ما عندي رد ثاني عليه الله يوفقه ان شاء الله يا رب ادعوك ابو جوهر انك تشوف والله انا فهد ما اعرفه ولا عمري شفته زين لكن ما احب ازعل احد ما احب ازعل احد رايتك يعني بيضه رايتك بيضه اتمنى انه يكون يتقبل الشيء هذا رايتك يعني. بيضه وادعوك ان انت تشوف مسلسل سهر الليل وطن النهار والله يا شوف هذا العمل علشان حتى الكلام اللي وصل لك باكر نصيحه يا ابو جوهر واذا تقبل النصيحه مني عشان ما تثق بكلام اللي وصلوا لك كلام لا لا شوف خليني اقول لك شغله انا لما سويت لقاء مع قناة هذه يوني ما يتكلموني قالوا لي احمد انت لا تنتقد شيء مو شايفه شوف خليني اقول لكم شغله انتم يمكن تشوفون مسلسل كامل انت ممكن تشوف مسلسل كامل انا ممكن من مشهد او مشهدين احلل لك المسلسل كله من خلال أداء الممثل من خلال الديكورات من خلال الإخراج ممكن كذا يبين المسلسل تعرفه من أول مشهد يعني أنت مع المقولة اللي تقول الكتاب باين من عنوانه أيوة هذا هو باين من جواب باين من عنوانه خلاص يعني تعرف من أول مشهد ثاني مشهد أقلب تدري عمل يا زين يا شين يا تافه من التترات تعرف من التترات من التترات والله يبين عرفت شلون ف قلت خليني أشوف أنا أتابع العام جيت أنا قلت خليني أشوف يقولون مسلسلات انت ما تشوفها كل ما اقلب كله توافه يعني ما اشوف شيء صح هذا متى طلع كلامي طلع كلامي صح ان كل العالم قاعد ينتقدون نفس الكلام اللي انا قاعد اقول لكن لربما استشهادك في ذيك المقابله ابو جوهر بعمل كان معلم بشكل جدا كبير والله ناجح. انا ما سمعت عنه يمكن ناجح بالنسبه ما اعرف شنو مقياس النجاح عندكم ابو جوهر يعني هم اعذرني بعد مره وياك هل معقول أني أنا اليوم ما شفت لاهوب أقول أن لاهوب عمل مناجح لا لا شوف أنت ما شفت أو ما سمعت أصداء عنه ما يخالف شوف أنت شنو مقياس النجاح عندكم هذا اللي أنا بيعرفه منك شلون مقياس النجاح شلون أنت بتعرف إذا العمل ناجح ولا أنت هذا خوش سؤال المسلسل اللي يترك بصمة هذا هو الناجح الفنان اللي يترك كاركتر وفي بصمة هذا فنان ناجح تمام لما تي انت تتكلم عن مسلسل العالم تقول عنه حلو واو العمل هذا تابعوا يا جماعه غصبا عليك تتابع لانه ضرب علم عند الناس طبيعي عرف شلون طبيعي فهذا مقياس النجاح ان الجمهور يتكلم عن العمل يتكلم مو بس في وقته مو في وقته شوف اعطيك مثل بسيط اكو مسلسل سوري ظهر كان اسمه نهايه رجل شجاع صحيح
اسم عادي نهاية رجل شجاع. لما انعرض بدت المحطات كلها تبيها العمل، احنا ما ندري عنه بالكويت، ما نعرض بالكويت. فلما يابوه حق الكويت قالوا اوه هذا العمل مكسر الدنيا، شوف مو كويتي مو محلي لكن برا صحيح، لكن كسر. لما حطوه بالكويت هم العالم بدأت تتابع وبدأت الناس تتكلم فيه وتتكلم فيه وتتكلم فيه. هذا مقياس النجاح، العمل يترك بصمة. مو بس أنا يعني ربعي مدحولي العمل أقول أن العمل نجح أبدا. تسمح لي أقول لك سالفة. واحد من الناس اللي أعرفهم وهو ما هو من مواليد الغزو، هو مواليد بعد الغزو تمام، فلما شاف عمل ساهر الليل ثلاثة وطن النهار أول ما التقى بفهد العليوة قال له أنت عطيتني صورة عن اللي صار بالكويت وعلمتني اللي صار بالغزو عن طريق هذا العمل، وهو ما يعرفه أبدا. فعمل ساهر الليل ثلاثة بشهادة صحافة وبشهادة جمهور وبشهادة فنانين وبشهادة نقاد، عمل نجح، علم، كسر الدنيا. أبو جوهر قنوات عالمية تكلمت عن هذا العمل وخذ صيت بشكل جدا كبير. الله يوفقه. آمين يا رب. الله يوفقه. أنا ما أدري عن الأمورات. ما سمعت أنا. طيب. فعشان كذي أتمنى الناس اللي توصل حق أبو جوهر الكلام. توصل الكلام مهنية أكثر. مش يعني. الناس توصل. أنت الحين تقول أتمنى الناس. أنا قاعد أقول لك الحين أنت تقول وصل إلى العالمية، وصل إلى مش عارف إيش، والعمل كسر الدنيا. إحنا ما سمعت. أنا ما سمعت. من اللي قال لكم إنه واصل للعالمية؟ من اللي قال لكم إنه ضرب؟ الصحافة والإعلام. وين صحافة والإعلام؟ استشهد لك فيهم كلهم، مستعد اني ادز لك على الواتساب كل المقاطع والصحف والجرايد والمقابلات اللي صارت على هذا العمل. أوكي. تمام.